بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الدرس الخامس في شرح لغة اللينجو، لغة البرمجة المتعلقة بالدايركتور، لغة البرمجة المسؤولة عن التفاعل داخل برنامج الدايركتور. اتكلمنا وما شاء الله نزل الدرس الاول والثاني والثالث والرابع على المنتدى، في ناس فرغت الدروس اكثر من رائعه، ناس حطت اسئله واستفسارات كويس، ده نوع مشاركه. في ناس بعتت لي على الاس ام اس على الموبايل وعلى الايميل الشخصي بتاعي، استفدنا وطبقنا وبعتوا لي نماذج، وهنعمل لكم مركز تحميل على الموقع ترفعوا لنا شغلكم، وهنشوف ازاي يحصل تواصل اكثر في الشغل. كيف الحال؟ ازي حضرتك؟ هنبدأ النهاردة ثلاث حاجات مهمين جدا. أول حاجة استخدامات اللينجو، الربط عن طريق المتغيرات، أنواع صفحات الأكواد. آخر حاجة قلناها المرة اللي فاتت، قلنا إزاي نستخدم بروبرتيز في التكست. كان الهدف منها أتعرف يعني إيه بروبرتي، أطلع إزاي بروبرتي من الهيلب، إيه السنتكس بتاعتها، إزاي أستخدمها في الدايركتور. هنتكلم بقى عن موضوع الاستخدامات بشكل واضح. استخدامات اللينجو، لو نذكر أول كلمة قلناها إن لغة البرمجة بتتعامل مع طبيعة البيئة اللي هي داخلة عشان تتحكم فيها تأثر فيها. يعني إيه؟ يعني أنا البرمجة دي جاية عشان تتحكم في وسائط متعددة، جاية تتحكم في مالتي ميديا. طيب استخدامات اللينجو لازم تكون مرتبطة بدي، لازم تكون مرتبطة بدي، فأصبح أو نقدر نقول إن إحنا عندنا مستويين في اكتمال الفهم عند البروجرامر، عند المبرمج بتاع المالتي ميديا. أول حاجة يفهم يعني إيه برمجة، وإزاي يكتب برمجة، إزاي يتكلم بالبرمجة، إزاي تبقى فعلا اسم على مسمى اللغة، لغة برمجة، تمام. الحاجة التانية إزاي بقى يتكلم في نطاق المالتي ميديا، ازاي اللغه دي يقولها في نطاق المالتي ميديا. بالمثال اتضح المقال، تخيل واحد يتعلم ازاي يتكلم، دي حاجه، استخدم طريقه الكلام واسلوب الكلام في الدعوه الى الله حاجه تانية. فده اللي عايز اتكلم فيه النهارده في اللينجو، انت ممكن تتعلم لكن توظفه بقى. اتعلم وازاي اتوظف، ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي، وتوظفه فين برضو، في حاجه اسمها ازاي وفي حاجه اسمها فين. ازاي قلنا بعضها المره اللي فاتت ازاي اكتب كود، النهارده بقى عايزين نتكلم هتوظفه في ايه. طيب استخدامات اللينجو، لو انا فتحت برنامج ماكروميديا دايركتور، عايز اتكلم عن استخدامات الدايركتور. ايه استخدامات اللينجو؟ ايه اول حاجه او ايه اهم الحاجات او ايه الحاجات الاساسيه اللي منها ممكن نقول ايوه ده استخدام لللينجو، نبدا بيه يبدا يفتح لنا المدارك في الاستخدامات. ايه ممكن نعمله؟ احنا ممكن نستخدم اللينجو ان هو يشغل صوت ويعمل بوز لصوت ويستوب صوت. تعال نشوف حاجه زي كده. اول حاجه بعملها بجيب الصوت، هو فين الصوت؟ شايفين معايا يا شباب بتعامل ازاي مع السكور والكاست؟ من الكلام الجميل اللي قراته على المنتدى وجالي على البتاع، الناس بتقول لي طريقه استخدام الماوس تحتي او التعامل مع الويندوز، هم عايزين كمان يحللوها ويبداوا يتفاعلوا بيها. ليه؟ انت لما تخش مع البرنامج عندك اكتر من طريقه ان انت تسيت اب الشكل بتاع الويندو قدامك. ف يعني واحد زي حالاتي مع فتره من الاستخدام وصلت لطريقه معينه في ترتيب الويندوز داخل البرنامج، فاكيد هتكون مفيده كتير. طيب خلينا نتكلم على الكاست ويندو. هاجي هنا على امبورت وادور على ام بي 3 فايل، فين ممكن يكون معايا ام بي 3 فايل؟ تعال نرجع لماي دوكيومنت كده. مثلا هجيب التون ده كده، تمام، او عندي ام بي 3 فايل نزلته عندي هنا اسمه مشوار اندرسكور تون، هسميه مثلا ايه، هسميه ساوند.
ازاي وقفت هنا وغيرت الاسم ودوست انتر. تمام اتفضل. تمام انا جبت ايه الساوند بتاعي. طيب عايز بقى اشغل الساوند كونكشن للام بي 3، هل في يعني حدود معينة لاستخدام الساوند فايل حالا دلوقتي. هقول ولا الأبعاد؟ الامتدادات وكل شيء. حاضر اهو هنا هعمل ده كده بلاي. تمام هعمل هنا كنترول 5 اجيب بيها واعمل ستوب. حاجه سريعه كده يعني. طبعا كده كل المفروض ان احنا بنعمله فين؟ بنعمله في الفوتوشوب ديزاين دو متظبط ريبوز. ماشي يا اخوانا. بوز تعبانه شويه. طيب هاخد دي كده اجي على السكور كنترول 4 واجي ساحب دول كده تحت بعض. هنا لازم اخلي البلاي باك تنتهي عند كود اسمه جو تو ذا فريم في جوز فريم كمان. او جو ذا فريم. مظبوط. ممكن تمشي كده ممكن تمشي كده. تمام خلينا بقى نعمل سيف هنسميه لينجو سامبل هنسميه 005 بس خلينا نبيقر الهارد الاكسترنال. طيب شوية كده يكون الهارد. طب شايف مكانه نبقى ننقله. طيب اخليه نعمله سيف هنا. بعد كده كام لينجو. طيب انا عندي ثلاث زراير اهم، ده البوز ده الستوب وده البلاي. المفروض الكلام ده كله بنعمله ازاي في الفوتوشوب؟ بنرتبه اكتر من كده. فهخلي في البلاي رايت كليك واقول له ايه سكريبت. انا عايز الصوت يشتغل امتى؟ عايز الصوت يشتغل معذرة عايز الصوت يشتغل لما ادوس على البلاي. فاقول له ان ماوس اب ممبر هنسميه ساوند. لا هو الامر الاول ساوند 1 دوت بلاي المفروض كده. ولكن في حاجة قبلها هو يا ربي بتبقى هو طبعا في اكتر من كود للصوت بس ده اسهلهم. بقول له ايه بابت ساوند ممبر افتح قوسين احط التو كوتيشنز احنا قلنا هنسميه ساوند. تمام علامة اتنين علامة ولا كوما كده كوما اللي هي تمام اللي هي تحت شانل دي الاثنين دي شانل الاثنين اللي هي تشانل والممبر تبقى 1 اسم الممبر ساوند ممكن تبقى 1 هو هاو ماني شانلز فور ساوند فيزيكال اثنين لكن دول لكن في الفيرشوال عنده 8. لغاية 8 فلما اقول له بلاي دوست اهو اشتغل ازاي. طيب لو انا قلت له اشتغل عايز اقول له بوز ايه اللي يحصل بقى؟ ادام انا شغلته باسم الممبر مش محتاج بقى بعد كده خلاص اسم الممبر تاني. مش انا رايت كليك وقلت له هرجع لي حاجه هشرحهم كلهم. مش ده بابل ساوند ممبر ساوند 2 انا ذكرت الممبر واسم الممبر اهو. بعد كده لما اجي اعمل له بوز هتكلم بقى بالتشانل على طول اقول له ساوند افتح قوسين 2 دوت بوز هنقول كل حاجه. فبالتالي لما انا ادوس بلاي بوز ليه تدوس انت كان ماوس اب نعم ماوس اب من غير ما تدوس يعني كان ماوس اب بس هنا برضو ما ظبطتش عشان الساوند ده ليه كود تاني غير بابت ساوند. لو قلت له ستوب لازم نعمل له طريقه تانيه طريقه الكيو. في طريقه عايز اقولها لكم يا شباب. طبعا في اكتر من طريقه بالنسبه لموضوع الساوند كيو يو اي يو هي دي بالظبط كده. خش على البلاي او ما هي دي بالظبط هاجي كده بقول له ساوند 1 دوت بلاي واقول له الممبر. يبقى بدل ما انا بقى كتبت الكود بتاعي اذا كانت متشغل برضه بس ده عشان يرد على بقيه الاكواد. تمام مترابط.
يشتغل معاه البوز طب والكلام ده، اقرا ايه؟ اقرا هنقراه وهنفصصه بالتفصيل. وهنا بوز، وهنا يعني خلينا خدت نفس الكود بس بدل كلمة بوز. طبعا كل اللي انت شايفينه ان الكلام بكتبه بسرعة وبيظهر ده بسرعة عشان بس بعمل كوبي باست بسرعة، انتوا بقى تكتبوها تعملوها كوبي باست تخزنوها عندكم وترجعوها تاني كما تشاءون يعني. طيب اشغل بقى، دوست شغلي بوز، المفروض ان بوز معايا. خليني برضو نرجع الكود كذا كذا. طيب اهو بوز اهو، هو عاملها زي ما انا عاملها بالظبط. طيب هو هناك. شوف بقى الفكره، هناك هو شغاله في تشانل كام شانل وان، وانا هناك بوقف في تشانل كام، شانل تو، ما ينفعش. يبقى لازم الاثنين نفس الشانل. كويس الباجز دي بتحصل عشان تاخدوا بالكم، هذا برضه لازم وان هنا بالظبط. ادام شغال على تشانل اشتغل عليها كلها. تمام، بلاي بوز، عمل بوز اهو. معلش خليه يكمل كلمة، معلش خليه يكمل كلمة، خليه يكمل في برضه حاجة تانية، لما انا دوست بلاي، خليني ابعد السماعة كده عني شوية. لما دوست بلاي، دوست بوز عمل بوز، بس لما دوست بلاي هيبقى هيبدأ من الأول تاني، وده خطأ. ليه بقى؟ فضل اديله اف، اقول له لو الصوت بوز اعمل بلاي، لكن اصلا لو الصوت ستوب ابدأ من الأول ده في البلاي في البلاي. بالظبط، هبص بقول له ايه، بطلع هنا كده. قبل ده بالظبط في الترتيب قبل سؤال بقى، ازاي يعرف ان ان هو الصوت بوز، شغال بوزد او مش بوزد؟ هو هيعرف ازاي؟ في حاجه اسمها اف ساوند ستيتس، ايوه الساوند ستيتس، ساوند ستيتس حتى اسمها ذا ساوند. خلينا برضو اجيبها لك من الكود، اف ذا ساوند ستيتس هي دي. تعال على الستيتس، هي دي. يبقى if sound 1 dot status ساوند بتكتب رقمه ايه وهو ايه بالظبط. sound 1 dot status ايوه بالظبط، تمام equal، عايز اقول له ان هي paused 4. يبقى شفت كلمة paused 4 حطيتهم بأرقام حضرتك عشان يبقى ليها parameter. للكنترول then ممتاز. يبقى ساوند 1 دوت بلاي بس. else اعمل خليها ابدأ بالممبر تاني، شغل كده معلش بلاي ثانية واحدة، معلش ثانية واحدة، بلاي بوز بيكمل. ثانية تانية بقى لنا. أيوه احنا بنقول له if sound 1 dot status equal 4 يعني pause تمام sound 1 dot play. تمام طيب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ تمام دي هنشرح بقى الكود ككل بقى. تعالى معايا، اون ماوس اب مي، لما ادوس لما ارفع من الماوس. ده عند الرفع من الماوس، ماوس اب عند الرفع من الماوس، انك كليك يس تمام. بقول له ما تعملش اي حاجه الا لما برفع ايدي من على الماوس. if sound 1 dot status equal 4 then sound 1 dot play ساوند 1 ساوند 1 دوت بلاي. ايه بقى العلامتين دول؟ كاني بقول له ان البلاي دي، يعني لا ما هو دي موجوده في كل حاجه، حتى في الاستوب، حتى في البص، حتى في كل حاجه. ايه معنى العلامتين؟ وهلاقيهم في حاجات كتير جدا. تمام، ايه معنى العلامتين دول؟ وهتلاقيني بحطهم بعد الفانكشنز اللي احنا بنعملها كمان. كأنها اوف كذا، سايكل لا اوف بس كذا لما يكونوا كده مرفوعين على بعض بدون حاجه في الاستوب معناها ايه؟ معناها ان اللي قبلك مش بروبرتي، اللي قبلك شغاليها كمان، اعتبريها فانكشن. كأنها فانكشن، رندر فانكشن، بالظبط، رندر فانكشن. شغليها مثلا بلاي، بعدها بلاي، بعدها مفيش قوسين مش هتشتغل. بالظبط، خليها انترو زد ظبط. تمام، لكن دي معناها اعملي بلاي. في البوز معناها اعملي بوز، في الستوب معناها اعملي ستوب، وهكذا. في الأخير بقى التاني ده اللي هو بتاع البلاي، دي مش معناها بلاي ولا معناها بلاي فين؟ كده، معناها بلاي هنا؟ ما هنا بقول لك معناها بلاي. كفانكشن، از فانكشن يعني. ايه الفرق بقى بين بلاي دي وبين بلاي دي؟
ده بلاي ممبر، فبيستارت من البدايه بتاعته، ايوه لكن ده بلاي از ا فانكشن، شغل 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 على وضعه. شغل على وضعه بالظبط كده، هو بوزد شغل، بس لو ستوب يبقى انت محتاج تاخد دي. ليه بقى؟ لان ده بيبلاي المتوقف، او بأسف بيبلاي المنتظر لان بتقول له شغل، بالظبط لكن كان يشغل كذا يقوم يشغل كذا من بدايته. بالظبط بالظبط تمام. وهنا بقى جملة اف استفدنا بيها ايه؟ جدا، والرقم بتاع البوز والبلاي والرقم بتاع بوز وبلاي اهو يا اخوانا، نخش على طول عشان على الكلمة بتاعته. اكتبوا الكلمة دي ووصلوا للستيتس في الهلب، وخدوا الصفحة دي خلوها عندكم. تمام طيب تعالى نقفل بلاي. خلينا بس صوت شوية عشان هيتعب لي وداني اهوت. بلاي شغل، بوز بوز انتظار، فوصل عند كلمة مشوار حياة ومكمل. لكن لو قلت له ستوب وجيت اشغل من الاول في منتهى البساطة. تمام طيب تمام طيب فده احد استخدامات اللينجو، المقصود بالكلام ازاي بستخدمها، فين بستخدمها. طيب انا دلوقتي عايز اضيف للبلاير ده ان لما ادوس يطلع لي كده منبر فيه اسم الصوت اللي شغال. لما ادوس على ايه، على البلاي مثلا، يطلع لي ممبر في مكان ما ايوه يقول لي ايه ساوند كذا كذا از بلاينج مثلا، او بالظبط، ساوند كذا بس باسمه. يقول لي ان الصوت اللي شغال دلوقتي المحاضرة لفلان او الدكتور فلاني في المادة الفلانية، او مثلا ده هتكون عامله از ممبر في التاست. هو اصلا ممبر إيه لا لا، ما هو الساوند ممبر. انا بس سؤال دكتور، وبعد كده اتفضل. يعني زين فرق ما بين ان انا هقول تكست يعني وكلام واحكي، او ان انا اجيب بس اسم الممبر بس. يبقى اعمل ايه؟ كنترول 8 ايوه، واكتب تكست عن الموضوع. واعمل هنا، لا اعمل هنا حاجه اسمها هنسميه مثلا ايه، تايتل، ذا تايتل ماشي طبعا. لايت على طول عشان بس الاسم ما يقعدش تايتل ماشي، بس في نقطة أنا يتعبني. عايز أقول لك، اتفضل. لو إحنا بنعمل بقى 20 ملف ساوند مثلا، فأكيد هنميزهم بتايتل 1، تايتل 2، تايتل كذا. لا هو تايتل واحد هو يقرا من الساوندز. بص اللي هيحصل ايه بقى، طب يلا نشوف هناخد ده كده واجي احطه على الستيج كده. على الستيج، هو موجود بقى، هيبقى اهو كويس خلاص اهو. ممتاز، هيظهر فيه الكلام اللي انا عايزه يظهر انا فيه. عايز هنا بقول له ايه، بص معايا، لما اعمل كليك على ده واحنا قلنا ده اسمه ايه، تايتل، ركزوا معايا، انتوا تهتوا مننا ولا ايه؟ هاخد كوبي. ايوه تايتل. تمام خلينا برضو ناخد الاسم كوبي بالظبط عشان ما نلخبطش في السبيلنج. هاجي على البلاي هقول له سكريبت، عايز هقول له اقول لما اعمل بلاي ايه؟ بالظبط. هاجي بقى هنا اقول له ايه، هقول له لما تدوس على البلاي اللي هو ده اللي هو هيبقى اول مره. تمام ماشي اوكي. ممبر تك تايتل تايتل دوت تك دوت تكست ايكوال ايكوال ممبر ممبر ساوند. دوت نيم. ما انا عشان كده قلت لحضرتك، هل انت بس عايز تظهر اسم ساوند فايل، بس ولا عايز تقول تعليق وكلام حواليه؟ لا اسمه، اوكي اسمه فقط. خلاص انا يبقى كده لما ادوس بلاي قال لي ساوند. عشان هو اسمه ساوند. معنى كده لو انا بما ان مثلا دي مقطوعه عن مشوار الحياه، فلو كتبنا هنا طب انا مش واضح الكلام ده، مشوار الحياه قلنا هذا له كوبي اهو. ال لازم تغيرها هناك في السكريبت. عشان الممبر صح، ناخد دي كده هنتشينج بقى ساوند كوبي كلها تبقى كده. ممبر ايه رأيك ساوند. في الفايند ريبليس هنا؟ طبعا ممتاز، بس لو مع كمية الكمية بقى بتبقى مشكلة. ممكن تلاقيها تفتح مكان. اهو فدي طبعا ممكن الجزء اللي ظاهر التكست البسيط ده يكون وزن كلام كتير طبعا موصول، طبعا طبعا بيتكلم بيشرح بيفهم. طبعا. مش بس كده، انا ممكن اقول له كمان في ساوند فورج، برنامج ساوند فورج بعد ماركر اعمل ماركرز واخلي فيه اسمي الماركرز دي، وعند الماركر يظهر واقول له الاسم. لما يعدي ماركر فلاني يطلع لي اسمه في الممبر، عند ماركر فلاني يطلع لي يبقى اسمه في في كذا الممبر. سونج شغال او كذا فايل شغال، او ولما انت عامل محاضرة وعندك عناصر فتقول موضوع كذا العنصر الفلاني هو تحديدا ماركر يقراه يحطه هنا. صح. هل تحفة. ممكن تبقى تطبيق طبعا طبعا طبعا. في تمام المحاضرة دي؟ ايه؟ في المحاضرة دي لسه معانا وقت. تمام طيب
شايف قد ايه؟ طيب حاجه تانية يعني عايزه يديني الديوريشن. مهمة كتير. لما جيت هنا كنترول دي هقول له اس اندرسكور دور، duration يعني سواء اختصار. duration. اوكي تمام. هاجي هنا واجي رافعها برضو على برضه على الستيج. الستيج جنبيها مثلا. هقول له بقى هنا ايه؟ طبعا اعتقد الكاونت هيدخل هنا. لا هاجي هنا او تايم بقى، ولا هو مسهل عليك duration بس duration. على طول. على طول على طول duration. تمام. طيب ازاي هقول له ان member، ازاي عملت الحركة دي؟ ظللت عليها وكنترول وسحبت بالماوس. انا مش عايز هي تكون ايكوال في البلاي باتون، فين؟ بعتقد انها مش هتكون في البلاي لازم باتون، تبقى في البلاي. لازم عشان هي مرتبطه بالديوريشن. لا عشان البلاي مرتبط بالتشغيل. عشان لما هشغل اعرف اللي انا شغلته مساحته قد ايه. انت عايز ديوريشن اللي هو نهايته خالص ديوريشن، خالص، لا الديوريشن مش اللاست مش تايم. اللحظه، مش اللحظه اللي احنا الديوريشن استخدمناها. الفايل اللي شغال ده لا مدته قد اي ايه، تايم. مدته قد ايه. بس بس هقول له ممبر مش هو حلو الساوند يعني دوت ديوريشن بلاي. هنا غلطة لازم تقول لي عليها، صح، وانتوا يا شباب قولوا لي الغلطة اللي حصلت دي ايه. احنا قلنا هل ديوريشن بتتكتب كده ديوريشن. في هنا نقطة مهمة جدا، ثانية واحدة، member is شرحنا النقطة دي قبل كده. the text equal member كذا، المفروض مش dot duration على طول. هي تقولش على طول طيب member واحد اثنين. ثانية بس. هل في الأول قبل الإيكوال ولا بعد الإيكوال؟ الخطأ هي سطر كامل قبل الإيكوال ولا بعد الإيكوال؟ بعد الايكوال. طيب يبقى member كذا dir dot text equal member مش عارف هاد dot duration. مش قادر أجيبها. قول ده التكست والديوريشن رقم، بالظبط. يبقى لازم هتقول اقول إيه له string؟ string of. string of. حلو حلو. string of شغال كده. ده ايه بقى؟ طب ايه اللي عمله ده بقى؟ 24500 مش عارف ايه ده، ثواني ولا ملي ثانية. ملي سكند؟ انت ممكن تحدد اليونت طبعا ازاي؟ الملي ثانية فيها كام ثانية؟ 1000 ولا كام؟ على 1000 يا سلام، على 60. اديك دقايق على طول، يلا مفيش دقيقة زيرو يعني ايه؟ ولا دقيقة، ما جابش دقيقة. هو لسه ما وصلش لدقيقة. اقل، فالافضل انك طب الحل ايه؟ تشيل بقى على تعال دقيقة. شيل على 60. على شغل 48 48 ثانية. ثانية بالظبط. طيب اذا مهم ان انا اظهر كمان كلمة اس اي سي سكند. لا بعد في بقى قصة بقى، واعمل كولون وقبلها الدقايق وقبلها الساعات. طبعا الديليمتر تشتغل، موجودة. ممكن نعملها النهاردة كمان. الديليمتر تشتغل، مش ديليمترز بقى، الديليمتر. الديليمترز احنا هنا بنعمل ديليمترز مانيوال. هقول لك انا دلوقتي. طيب شايف ده قد ايه مهم حتة الديوريشن. حلوة كتير. طيب انا عايز بقى هو شغال يقعد يعد لي في ثواني. انا في كاونت، الثانية الأولى في دي الثانية كاونت الثانية بقى يمكن. مش كاونت. البروجرامينج فعلا لايك ا جيم، لايك ا جيم. لو انا جيت هنا وقلت له كنترول دي، عمل لي نسخة تانية منه هسميه كاونت، كاونت كار تايم. كارنت تايم، يبقى هي هتكون كارنت تايم. ايوه يديسبلاي الكارنت تايم. شوف بقى اللي يحصل. هاجي هنا وهقول له ايه بقى؟ ده في سؤال جاي بقى اللي مش هيجاوب عليه. يا خبر ابيض. هنا يا شباب هنا الديوريشن احفظه. ثابت هيكون. طب ايه رايك بقى، انا ممكن هنا اعمل له حركه جميله قوي. هاجي هنا يا سيدي وهقول له ان هو دوت تكست بيساوي، افتح علامتين تنصيص كده واقول له ايه the file duration هيسأل التكست is، is بضيف تك تكست، بس. بضيف تكست بس قبل ال، ايوه شغل. ممتاز. فايه عايز اقول لك ايه؟ وبعدين بعد ال 48 اكتب seconds بعد اذنك ولا مثلا بلاش؟ اهو اهو. ولا بلاش. بالظبط. بس عشان الفايل ده سكند، ما هنكتب سكند بس. بعد كده انت ما عندكش سكند، يبقى ايه بقى في الحالات التانية دي كلها؟ بتخليه بالتست بقى. هقول لك انا اف كذا اعمله سكند كذا، او كذا اهو في اقل من 60 اعمل ماشي. بالظبط.
كأنك بص لايك اجين فعلا. لايك جيم وانت بتكلم البرمجة، حط يشيل قول له يضيف اذا كلام. طيب هنيجي في ال 48 اللي هي بتاعة ال counting او ال current، هنا بقى اعمل ايه هنعمل بقى؟ بقى ايه؟ احنا خدنا اسم هنا وبتاع. سؤال، انا شغلت الماوس اب، بوز الماوس اب، ستوب الماوس اب، حسب لي الفايل ديوريشن الماوس اب، دي هتبقى فين الماوس اب؟ في الكرنت تايم. المفروض تكون في كله، في أكتر من حاجة. هنا بقى السؤال، ليه بقى؟ هقول لك لما ليه. قلنا الايفنتس احنا شرحنا ايفنتس ولا لا؟ ايفنت شرحنا الماوس اب كلها الماوس كلها، ماوس بس ما بيجن شرحناش وماوس البيجن وشرحنا البيجن بيجن سبرايت وانتر سبرايت والكلام ده ولا لا؟ لا، ما شرحناش. شرحنا بس الكيسز المختلفة للباتن اللي هي اون اون اب اون داون، ماوس اب ماوس داون، ليف اب اوت سايد، تمام. ان وذين. طب هنا كله الماوس اب، بس الكرنت تايم عشان احس بيه لازم اقعد ادوس بالماوس، ادوس بالماوس مش هتنفع، المفروض على طول شغال. على طول شغال. اما نقول اون بيجن سبرايت على فكره، لا دي ما بقى هو بيجين سبرايت اول ما يخش على السبرايت، بس المفروض على طول شغال. على طول ما هو عمال يعد بقى كرنت تايم كرنت تعالى تايم، طيب يبقى تبقى ايه بقى؟ طالما هي طالما شغال. طالما البرنامج شغال اي برنامج اللي هو الدايركتور الموفي موفي، ساوند قصدك، الدايركتور موفي، موفي الدايركتور موفي شغال، و والساوند والاثنين. الساوند بلايد الساوند ده بلايد بلاي صح؟ صح كده بالظبط. نعمل ايه بقى؟ هنعملها في عادي في البلاي برضو، هاجي هنقول بلاي. في الحالات يا اخوانا اللي هي بتحتاج ان هي تفضل شغاله شغاله شغاله، باجي هنا على جو تو ذا فريم واعمل وبكتب تحتها سطر اسمه فريم سكريبت، ماشي كانه تجهيز لي وبعد كده بروح كنترول شيفت يو في الموفي بقى. في الموفي سكريبت واقول له اون فريم سكريبت. ايه بقى؟ قول لي عملنا فريم سكريبت عند اللي فيه if سكريبت. sound 1 dot status equal playing equal اللي هو مش فور يعني، playing اللي هو 3 فري بالظبط. ايوه 3 ايوه then، اوكي ونبدأ بقى نشوف ثانية واحدة. member current time member بين قوسين بين علامتين تنصيص current time current time prefix dot text equal بيساوي string of الآتي بالظبط string of هي sound هتبقى current هتكون 1 dot current time ماشي. هل هي current double t double t current time؟ جميل جميل جميل. بس دي حضرتك حطيتها في على السكريبت صح؟ 1000 عشان تبقى seconds. عشان تبقى seconds، عارف عملتها كده في الموفي سكريبت. لان الفانكشن بتاعت اون فريم سكريبت دي مين اللي بيستدعيها؟ اون اكزيت فريم، اون اكزيت فريم اللي هنا هو اللي عمال يستدعي فيها، يستدعي فيها فريم سكريبت، فريم سكريبت كل ما يخرج من الفريم فريم سكريبت. مش جوده الفريم دي معناها ان هو كل ما بيخرج من الفريم بيقول له ارجع نفس الفريم، اخرج من الفريم ارجع نفس الفريم، فبالتالي هيقعد كل شويه يقول له ايه فريم سكريبت فريم سكريبت فريم سكريبت فريم شغال على طول سكريبت. انها شغال على طول. سؤالي برضو اتفضل. ليه ما حطيناهاش في البلاي الكلام ده لان البلاي مره واحده بس الماوس مره اب، واحده تشغيل؟ انا بدور على ايفنت شغال على طول، هو شغال على طول، انا بدور على ايفنت شغال على طول يكون في الموفي دايما. يكون في الموفي دايما. يا شباب يا شباب خليني برضه اقول لكم نقطه مهمه جدا، الايفنتس زي ما شرحناها وتابعوا دورة اللي فاتت وذاكروها كويس قوي، الايفنتس اللي هي امتى بيحصل الاكشن، امتى بيحصل الفعل. اون ماوس داون لما بدوس بايدي على الماوس، اب بحدد لدي بس، اب لما بشيل ايدي على الكليك، ببعد ديليف، بخش انتر، طول ما الماوس داخل مساحه الزرار دي اون ماوس ويذن، دوست وبعدت بره خالص ورفعت اسمها اون ماوس اب اوت سايد. تمام. عايز حاجه شغاله بقى على طول. طيب البلاي باك اللي شايفينها دلوقتي في السكور البلاي باك وهي بتعدي كده زي ما انتم شايفين من فريم لفريم، ده ايفنت اسمه اون انتر فريم، لما اخش الفريم
وانا خارج منه ان اكزيت فريم. طب عملوها ليه المالتي ميديا بروجرامرز اصلا بيبقى ذا فريم، بيبقى ذا فريم. اللي هي اون اكزيت فريم او انتر فريم اللي هي هنا دي بس احنا مش عاملينها. دي اون اكزيت فريم. اون اكزيت فريم دي هي نوت ذا فريم. مع دي اون اكزيت فريم، اون اكزيت فريم ده اللي هو الايفنت. بالظبط. جو تو ذا فريم ده الاكشن. ايوه عملوها ليه؟ احنا عشان بدل ما البلاي باك تفضل ماشي على طول او توصل هنا وتقف، حطينا جو تو ذا فريم دي عشان بقول له وانت خارج من الفريم جو تو ذا فريم، يعني جو لنفس الفريم، كأنه واقف ارجع من دايما لنفس الفريم كانه واقف فيه، كانه لكن هو في ليه لكن اختلف هو عن في الاصل، الصوت؟ اختلف عن الصوت. ما هو بس هو كانه في الاصل شغال، انت شايفه واقف. اما ايه الموضوع؟ هو عايز يخرج بس هنا عنده امر اون اكزيت فريم، وانت خارج من الفريم جو تو ذا فريم. ذا يعني التعريفيه، ذا فريم يعني الفريم الحالي، ذا كارنت فريم. الفريم الحالي 12 يبقى روح لل 12. روح لل 12 تاني، روح لل 12. وانا خارج من 12 روح لل 12، وانا خارج من 12 روح لل 12. فالعمليه دي بتساوي ان البلاي باك في مكانها بس عماله في حركه، فانا بستفيد من الحركه دي، بستفيد من هي عماله شغاله كده وكل شويه تدي امر 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 امر، واجي حاطط سطر تاني اسمه فريم سكريبت. ضمن تكوين اللينجو، ضمن تكوين اللينجو يا شباب، ان فريم سكريبت دي بتنادي على فانكشن اسمها اون فريم سكريبت كامله، مكانها الوحيد فين؟ في الموفي، كنترول شيفت يو، اللي هي موفي، في صفحه الموفي سكريبت، اللي هي تحديدا الفريم سكريبت. فريم سكريبت كفانكشن بينادي عليها فقط. على مين؟ على اكواد كتير كده هنحطها دلوقتي فريم داخل سكريبت، اون فريم سكريبت، داخل ايفنت اسمه او فانكشن اسمها اون فريم سكريبت من الموفي سكريبت. في ثوابت بقى، هي ده ضمن تكوين اللينجو. ليه اسمها فريم سكريبت كده؟ عشان هي بتتنادى من الفريم سكريبت، عشان هي بتتنادى من المكان اللي في الفريم اللي هو عمال يلوب فيه البلاي باك. برضه حاجه تانية تتحفظ كده او تتفهم كده، ده تكوين اللينجو. تتكتب فين اكواد الفريم سكريبت؟ تتكتب فين؟ يتكتب اون موفي سكريبت، ما ينفعش احطه في اي مكان تاني. معنى كده ان اي حاجه محتاجه تشتغل ريبيتدلي بتكرار، يعني مثلا كرنت تايم، عايز كرنت تايم كرنت تايم كرنت تايم، الثانيه دي الثانيه اللي بعدها الثانيه اللي بعدها الثانيه اللي بعدها، فعلى طول احطها في الفريم سكريبت. طيب انا شغال بسلايدر تكست، وعايز طول ما انا بحرك السلايدر بتاع التكست، التكست عمال سكرول اب اند داون معايا، ايه اللي يحصل؟ احطه في فريم سكريبت. وانت مغمض اي حاجه اي اكشن عايزه يتم بشكل مستمر حطه في الفريم سكريبت. طب عايز طول ما التيكت طول ما الساوند شغال التكست عمال يعلى معاه ويقرا، ما تنفعش ماوس اب ولا ماوس، تقعد تعمل بالماوس اب ماوس اب. ما احنا قلنا بقى خلاص ان الكود مش هيتطبق الا لما الايفنت يتم، فبالتالي انت بتدور على الايفنت يريحك، فبالتالي تحط فين؟ بتحط في الفريم سكريبت. وخد بالك قلنا المره اللي فاتت كلمه مهمه جدا، ان ممكن انت ما بتعرفش تظبط الايفنتس بتاعتك او تظبط الايفنتس بتاعتك فالبرنامج يتقل منك. فالفريم سكريبت من الحاجات انا بسميها المثاليه، لانها بتلخص كل ده وبتشتغل في الموف سكريبت بمجرد امر من البلاي باك. فالبلاي باك هي عماله فقط وظيفتها ان هي بتكول الفانكشن، والفريم سكريبت في الموف سكريبت هو اللي بينفذ. شكرا. سؤالين صغيرين. اتفضل. اول سؤال، حاسس كان في اكشن مثلا في الاكشن سكريبت في الفلاش اسمه ستوب. ستوب ستوب يعني ستوب عند الفريم حلو. فعلا اعتقد ان ده بالشكل ده جو تو ذا فريم في سنه اختلاف اللي هو كانه والله يعني ريكولينج الفريم ريبلاينج الفريم. اخوكم بيسال سؤال مهم جدا، سؤالك اكتر من رائع، ده يرجع لطبيعه اللانجوج اللغه رايحه ليه فين. ممكن الستوب هناك تعني نفس الاكشن برضه نفس الحكايه. هنا في امر بيعمل نفس الحركه اسمه ديلي، يوقف البلاي باك مده معينه من الزمن. لا بس ده ديلي، ده مش ستوب. ستوب الفتره. انت عندك ستوب في الاكشن بيعمل ايه؟ ستوب بيعمل ايه بقى؟ بيستوب عند فريم معين ويفضل موفي شغاله، الموفي تقف عند اللحظه دي الا ان يكون مثلا في سكريبتات تانية بتنفذ عند الفريم ده ربما برضه يعني. لا هنا بقى بيعمل ستوب ولكن كولينج شويه بيكول وجاهز ان هو يشغل كل حاجه، يستدعيه. ولو عامل فيلم لوبس ما تقفش. ايوه. ولو حاطط فيديو انيميشن ما يقفش. ولو حاطط ساوند شغال ما يقفش. هو ده بيحصل. ما تاثرش. هو ده بيحصل. بس لو في حركه فريمز تقف. بالظبط. ايوه بالظبط، يبقى نفس الكود. السؤال الثاني اتفضل. هنا بحتاج التايم لاين بتاعي
شوف لو حد حاول يعمل كليك على البلاي او وات ايفر في خلال ال 10 فريمز اللي عندك دول اه يشتغل. لو داس على اي حاجه ملهاش علاقه بالفريم سكريبت يشتغل، مش اول لكن حاجه الكود بتاع الفريم سكريبت مش هيتم تنفيذه الا لما نوصل عند الا الفريم. لما البلاي باك تلمس دي اذا وتخرج ما ده كمان. سؤالي، ما ده سؤالي ان نعم اذا حد في الثانيه اللي قبل الفريم 10 ده اللي عنده داس مش هيعمل كارنت تايم. مش هيعمل. ايوه عشان كده نحاول نقرب نقصرها قدر الامكان. سؤال جميل جدا 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 جدا. ايوه كده عايزين دماغ ديناميكيه صح كده. الكود انا واقف دلوقتي فين؟ بصوا معايا عند الفريم 10، انا واقف عند الفريم 10، والبلاي باك هيمشي عشان من واحد لعشرة تكول جزء ذا في فريم الفريم وفريم نفسه. سكريبت لازم تيجي عند 10. بالظبط. طب انا واقف على 10 ده واجي هنا واعمل كنترول بي يبقى كنترول بي معناها، اهو. معناها لا كنترول بي عملت ايه؟ مددت لي مادتها ال الكود، فاصبح الكود هنا وكود هنا وكود هنا وكود هنا وكود هنا وكود هنا. ممتاز. لا مش ممتاز. لا مش ممتاز. لا مش ممتاز. ليه بقى مش ممتاز؟ لان هي عندك هنا جود ذا فريم، فبالتالي هتوقفها انت هنا. من البداية ما انت إذا لو في كده، لو أنيميشن كده، لو هيقف. اهو إذا في أنيميشن هيقف. انا دوست فيها اهو وقف، آه. اعمل ايه؟ ارجعها زي ما كانت زي الشاطر. أيوه. دبل كليك، اخد بس حته فريم سكيبت دي كوبي واقف هنا، هنا بالظبط كده. اقول له ايه؟ رايت كليك باست بدون جود ذا فريم. ايه؟ ماشي. واجي هنا اقول له أيوه برافو 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 برافو. يبقى أنت خدت ده بس هو اللي بي. بيتكتب. لكن يبقى ما فيش هو ده. تفاصيل تعالى بقى تانية. حتى نلونها برافو 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 اهو برافو برافو. رائعة رائعة. معايا. فاصبح فريم سكريبت مع دول بس، وفي الاخر فريم سكريبت مضاف جود ذا اليه فريم. جود ذا فريم. يبقى if you have animation ايوه. you will keep it. اكيد فريم سكريبت لوحدها. برضو عايز اقول لك نقطة مهمة جدا، ان لما تكون beginner programmer you have to plan before your work then work your plan. كده بالظبط الى اخر ما. مخطط هتعمل ايه وما تعملش الا اللي انت مخططه. ما تجربش لسبب، تزيد ولا لسبب تقلل. احنا كل ده احنا مجرد كيس ستاديز عم بسيط. نقلب فيها، اكسرسايزز بسيطه، سمول عشان كده اكسرسايزز لما كمان. تعقد البروجكت لما بتبقى يكون عندك بروجكت بدايه ونهايه، طب انا هنا حطيت كود، طب هو كده رد على اكواد تانيه، طب انا كده محتاج بج، طب انا كده هشيل، لو انت هتقعد بلان من تهد الاول. وتبني مش هتخلص. لو انت بلان من الاول. فبالتالي you have to plan to be planned من البدايه. لازم. معلش سؤال اوتسايد اتفضل نيتشر اتفضل بقى خالص. اتفضل. جميل انا فاهم دلوقتي، جميل. لكن كنا متعودين نشتغل مثلا فيجوالي باللايبراري باختيار الايفنت واوبجكت انساها على طول. هننساها انساها، على دمرها مستوى من خيالك. ادمرها. اخوك اخوكوا بيسأل على ايه؟ ان عندنا حاجات جاهزه، ليه تعبين نفسنا؟ لازم تتعب نفسك، لازم تو بي بروجرامر فروم سكراتش، من كود يعني الصفر كود. كود. لما تستخدم الجاهز بعد كده بالعكس انت هتعمل جاهز. انا بعمل حاجه ظريفه قوي. تخش ويندو، تخش حاجه اسمها بروبرتي انسبكتور، لا يا ربي، تخش لينجو، تخش حاجه اسمها اي لايبراري باليت، تخش هنا You can add بقى. بلاير كود. انا عامله ده. انت اللي عامل ده. عملته منين وسايبته ازاي؟ ستوب وبلاير وبول وبول بي اتش ممتاز وبول ممتاز ممتاز بوزو، ممتاز. تمام. بتعمله منين؟ وتكست كود انا اللي عامله، ايوه منين بتعمله؟ انا اللي عامله، انا انشاته وهقول لك ازاي انشاه بعد كده، لا سيبه تحت حفظه بس حلو. وحفظه والكلام ده كله هقول لك عليه. طيب. انت معنى كده ان انا رميت تكوين هو اللي في الدايركتور. داخل الدايركتور بالظبط. في الاخر. بص في الاخر اللي بيحصل، كليك اند دراج بس خلاص، ما تطبقش البوز خلاص. البوز خلاص. شكرا. انا ده عامله على التكست كود، هيحتاج منك بعض الفهم البسيط بس. تعالوا ناخد كيس بما انك دخلتنا في النقطه دي. بص بص الاكواد اللي انا عاملها دي عامله ازاي. تعالى مثلا هعمل لك كده التكست فريم والسلايدر واي والبول بي اتش والداون كورسر والتكست سبرايت الى اخره. تعالى نمسك مثلا ايه السلايدر واي. كنت انا عامله واحده واحده بالفاريبل بكل شيء. في الاخر ان انا لو عندي تكست في الشاشه بتاعي في التصميم بتاعي وارو سهم بيطلع التكست وسهم ينزل التكست وكوره وسلايدر واي، على طول ارمي التكست سبرايت على على التكست على على الكود ده على التكست سبرايت، وده على مش النيمز كمان خلاص، هو بالناس وبيرسيت النيمز كل حاجه. كل حاجه هتحتاج منك ترتيب كبروجرامر في السبرايتس على السكور بس. اللي هو الاوردر اللي هو بس
هكمل لك واقول لك الطريقه كمان. الاب كورسر اللي هو السهم اللي فوق، الداون كورسر اخد ترميه على السهم اللي تحت، التكست فريم اللي هو المساحه اللي هيظهر فيها التكست، السلايدر واي اللي هو الشريط اللي ما بيمشي عليه الكوره، البول اللي هي الكوره اللي بزق بيها، فهمني، وهكذا. والسلايدر موفي برميها في الموفي، مهما كان طول التكست المستخدم، مهما كان حجمه وعرضه وطوله والمكان اللي هيبان فيه، مهما كان ان هم 10 وكل واحد بطول مختلف، طريقه ترتيب، بس طريقه ترتيب هيفهمها البروجرامر حتى لو انت بس بيجنر بروجرامر يعني. بس في الاخر ايه الشاهد من ده؟ دي ريحتني انا على مستوى شغلي، ان وانا شغال دراج اند دروب خلص. هخش معاك لحاجه اكتر بكده شغلك عشان تتابعوا الدروس اللي جايه. احنا في الدرس الخامس معانا لغايه الدرس 30، وبعده هنبدا اكسرسايزز ان شاء الله. اشوقك اكتر. انا عامل هنا في الشغل بتاعي بلاير انجن متكامل للفيديو، وبلاير انجن متكامل للاوديو، وتكست انجن متكامل للتكست، وعامل سمول موديول يشغل البطن في حاله البليند، سمول موديول يشغل البطن في حاله الرول اوفر، وفول موديول للبطن يشغله بليند ورول اوفر وداون، اللي هو البطن بكل حالاته بقى، لما اخش عليه وادوس ويتفعص ويطلع. فبالتالي في حاله الشباب اللي انتوا اتقنتوا حاجه زي كده، تستطيع لما يوصل اليك مهمه انك تعمل مالتي ميديا سي دي، تقدر تعمل مالتي ميديا سي دي متكامل with no time. خد بالك في محاذير. طب انت عندك كم الاكواد ده؟ مش هيخبط في بعضه؟ طب يعني ايه يخبط في بعضه الاكواد؟ يعني ما انتش عامل حسابات يعني كونفليكتس. بالظبط. انا عندي فريم سكريبت في الساوند بلاير، عندي فريم سكريبت في الفيديو بلاير، عندي فريم سكريبت في التكست انجن. التلاته بيتكتبوا في صفحه واحده. نفس الصفحه. لو ما كنتش مهتم دقيق في التسميات في الكودينج. اعقد من كده. التلاته بيتكتبوا في نفس الاون. في نفس التوقيت. في نفس الاون. عشان عندي اون فريم سكريبت. الثلاثه يعني في الاخر بتيجي انت بقى مصفيهم، شايل 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 حاططهم في اون واحده. اعقد لك اكتر. في واحده منهم انا مستخدم فيها حاجه اسمها الاكزيت. اكزيت دي تو بي اكزيت فروم ذا كارنت هاندلر. تتخيل معايا يعني ايه؟ يعني اون فريم سكريبت ودخلت بتكلم عن الساوند وبتحكم في الساوند، وضمن الفانكشنز والبروبرتيز اللي انا بستخدمها بقول له ان لما يحصل حاجه معينه اكزيت. يعني ايه اكزيت؟ اخرج من دايره الاون فريم سكريبت كلها. اكزيت دي مش اكزيت الموت يعني. اكزيت اكزيت كود. اكزيت كود. اه. طب بعد كده واللي تحتها هيعمل فيه ايه؟ اللي بعده يعني. السطور اللي بعدها. اه. انا معناها معنى كلمه اكزيت دي في الكود يعني ايه؟ تعرفها؟ ان هي من هنا اخرج بره الاون فريم سكريبت. طب نفرض ده الصوت، طب ما انت عندك لسه عندك حاجات متعلقه بالفيديو، حاجات متعلقه بالتكست. كأنها اتشلت، مش هتتحرك. اعقد لك اكتر. لو انت شغال ان في تزامن بين اجزاء داخل البرنامج وبين الصفحه دي. يعني مثلا جوه البرنامج انا بريسيت فاليوز خاصه مثلا بداتا بانتري بتاع. وهنا انا بشغل البرنامج ككل. بس عايز ده يرد على ده. عايز ده يرد على ده، امتى يرد؟ بفضل الله بفضل الله بفضل الله. عامل معادلات تحل كل الحاجات دي اللي هي عصاره البجز، عشان برضه انت تعرف تستخدمها. بس في النهايه عايز اقول لك ان هي كومبليكيتد لاقصى درجه ممكنه. هقول برضه حاجه واكمل في كلامنا، ان عندنا نقطه مهمه جدا دي كبروجرامر انت لازم تحطها في بالك ضمن اهدافك عشان تو بي بروفيشنال بروجرامر. كل ما تظهر قدامك مشكله ولو صغيره اعمل دفتر اسمه دفتر الترابل شوتنج. ليه بقى؟ انت في حاجات صغيره عشان انت دماغك مش مزدحمه ادركتها بسرعه. هي الخطا. هتقع فيه بعد شويه. هو خطا تقع فيه، هو. مش عارف تجيبه، بس لما تقول اه ده شفت. طب مستوى تاني من الترابل شوتنج ايه بقى؟ كل رساله تطلع لك احفظ طبيعه ارساله ليك للرساله ايه؟ يعني مثلا في عندنا مثلا رساله يقول لك ايه؟ يقول لك بارانسيس ايرور. اللي هي الاقواس في نيدد، يبقى انت عايز تحط قوس. في رساله تقول لك فاريبل يوزد بيفور اسايند فاليو، يبقى في فاريبل مش متعرف. هيقول لك ذن اكسبكتد،
يبقى انت كتبت جمله اف بس مش مكتوب فيها زينس. يبقى لازم تاخد بالك بالحاجات دي، يكون مهمه فيها جدا. سالب ترابس. طيب ريفريشمنت كده الدماغ، اسمعوا الكلام اللي قلناه مره واثنين وثلاثه وعشرة، اللي راح منكم هتعرفوه. اي استفسار على المنتدى ان شاء الله معاكم. ممكن نعمل الميكس اللي انت كنت بتتكلمني فيه قبل كده، اتفضل. اللي هو خليط بقى اكاديميك مع اون ذا اون اير. هنا اون اير فكر فيك كده، انا طيب. جه في بالي ليه عشان الحوار اللي داير بينا نعم. طيب خلينا نقول الكلمة عن استخدام من استخدامات اللينجو، وكلمنا عن الكود اللي حضرتك شفتوه معايا الحاجات الجاهزة اللي انا عاملها دي. ان شاء الله بعد مستوى معين من اوصل له الكود دي هرفعها لكم على المنتدى فور فري، تاخدوها تنزلوها تستخدموها. بس الاول نوصل ازاي نستخدم الكود ده. ممكن بعد 3 حصص، يعني ممكن نقول على الكلاس الثامن او التاسع، هنكون وصلنا لمرحلة ازاي بقى نرتب الكود في السبرايت، وفين السبرايت مع بعضه 10 سبرايتس مع بعضهم يبداوا صح. يعني مثلا لو قلنا التكست انجن، عندنا البول اللي هي الكوره بتاعت السلايدر والسلايدر واي، وعندنا التكست سبرايت والتكست فريم، وعندنا السهم اللي فوق والسهم اللي تحت، حوالي 7 8 8 سبرايت. تمام، ازاي ترتبهم؟ ازاي ترتبهم؟ ما ينفعش احط لي بتاعت البول 1 فريم بلس عن السلايدر واي. ليه؟ لان هي فيها كود بتتقري الاول والتاني تاني. طيب ترتيبهم كفريمز في تايم لاين. مش بس كده، وفي اللي فوق وتحت، وهو عمال ينادي على ترتيبه انا عاملها. فالترتيبه من حيث الكود، من حيث السبرايت، هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. طيب استخدامات اللينجو كتير زي ما احنا شايفينها كده. تعالوا ننتقل للنقطه الثانيه، الربط عن طريق المتغيرات. دي مهمه قوي 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 قوي. وعلى نفس السامبل اللي احنا شغالين فيه، يعني بس امسح الكودز اللي احنا نزلناها. تعالوا معايا انا هنا، ايه الربط عن طريق المتغيرات؟ ايه الفكره بتاعت الربط عن طريق المتغيرات؟ انا ممكن اشتغل مع مجموعه من السبرايتس واقعد ارقمهم، سبرايت 1 سبرايت 2 سبرايت 3 4 5 6. طب لو انا شغال على سبرايت 4 وغاب المشروع وفتحته تاني، وانا قمت منقل حاجات وضفت حاجات وشلت حاجات، سبرايت 4 او 5 او سبرايت 5 بقت سبرايت 10. نتيجة إنها نزلت في رحلت حطيت التشانل. صورة حطيت بتاع، فانا نزلت التشانلز فوق او رفعت. ايه الموضوع؟ لازم اخليه فريم، يعني يقرا نفسه. فاكر انت لما كنا يقرا قلنا نفسه ايوه نقول عن ايوه طريق حاجتين، اما ان الدايركتور بيديك الامكانية دي، او انك بمنتهى البساطة بترفق القيمة بتاعت نفسه دي داخل فاريبل، وتقول له منين ما الفاريبل ده موجود يلا معاه. فاهم النقطة دي؟ نقطة. النقطة الثانية ان انت قد تحتاج قيم calculated in one container. يعني ايه؟ انا عايز احسب كذا على كذا على كذا مع كذا مضاف اليه كذا مطروح منه كذا، كل شوية كل شوية كل شوية عشان استخدمه في المكان الفلاني. هذا لا يكون الا عن طريق الفاريبل، لانك ما تقدرش تعمل عمليات حسابية وترميها منها لنفسها، توصلها منها لنفسها، مش هتيجي معاك. اما ايه الموضوع؟ لازم وبوضوح تحط الفاريبل، تركز معاه، تديله قيمته بوضوح، تقول له خد المكان الفلاني، تعرفه جلوبال ولا بروبرتي، وهكذا. طيب تعالى بقى نشوف ايه ازاي نعمل الموضوع ده. عندي هنا ايه، هنا الاسماء اللي عايز اشيل انا يا عم، مش اللي عندي ده متكرر مشوار حياه، وهنا برضو متكرر، وهنا متكرر. طب ما انا ممكن اجي هنا فوق كده اقول له اون مسافه بيجين سبرايت، ناس تقولها سبريت ناس تقولها سبرايت، هي اسمها ايه؟ سبرايت. اون بيجين سبرايت مي، هقول له ان ساند ميم، يعني اي اسم تايم ده بالام،
اي اسم بس حاجه كده بس تديني كده. تعمم ايوه بيساوي، اسم مشوار الحياة، ايوه مفيش براكتس بقى ولا لازم روتيشنز ولا لازم، بتاع، كويس فكرتني. اند بس خلاص واجي هنا اقول له جلوبال. لا بروبرتي، دي بروبرتي بقى، ايه يعني الفرق بين ان انا كاركترستيك اعرف بتاعها. بروبرتي او جلوبال احفظها ثابته؟ الفاريبل اللي انت بتستخدمه هيستخدم فقط داخل هذه الصفحه من الكود، يبقى تعريفه بروبرتي. يستخدم variable داخل صفحه واحده من الكود يبقى تمام، ده اسمه ايه؟ بدأ بروبرتي. بروبرتي. الفاريبل ده هيستخدم هنا وفي مكان تاني وفي مكان تالت وفي الموف سكريبت و و و، يبقى اسمه ايه؟ او يبقى تعريفه يبقى ايه؟ تعريفه جلوبال global. تمام على كله. تمام برضو نقطة تانية، لما يكون جلوبال في كل صفحة يستخدم فيه لازم تكتب جلوبال ومسافة والفاريبل اللي انت تستخدمه. وبرضه بروبرتي مسافة والفاريبل، ما هو البروبرتي اصلا مش موجود غير في مكان واحد، انا بتكلم نفرض ده هنا في صفحة تانية في جلوبال، كل صفحة تستخدم فيها تعمل فيها الكلام ده، وجلوبال برضو مسافة وتكتب الاسم. نعم تمام. واجي بقى هنا اجي واخد البروبرتي ده شيل بقى الفاريبل ده كده تحط ده على طول، اهو، بس برضه ده بقى مش بتوين لا فاريبل 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 عشان ده فاريبل كده، لكن داخل الأقواس عادي، لأن ده معناها أوف ساعتها يعني. ده خصوص ملوش دعوة ماشي تمام اهو. خلاص، هي هي بقى كده، ايوه بعت هي هي. بس حلو الكلام. تعالى بقى جرب كده شغل، هل هيمشي معاك؟ بلاي اهو ممكن والله اهو. ثانية ثانيتين ممكن نتحكم في الفراكشنز اللي هنا دي، خمسة نعم ستة سبعة ثمانية، يعني هو حاطط أربع أرقام بعد ال هو حاطط اربع ارقام وعمال يعدي لك بالثواني، نفرض مش عايز الارقام دي عايز الثواني بس، بالظبط. اعمل ايه؟ قول لي انت بقى. اللي هي الاسم بقى يمكن كان على كذا. لا فين الشغل؟ ايوه، احنا كنا قايلين له اهوت ان هو هيحط الكرنت تايم على 1000. حلو، لازم اقول له string of string. integer ايوه برافو عليك، صح الكلام ده كله. ليه بقى؟ شاطر. عشان تمام الانتجر ما بيجيبش الفراكشنز، ايوه تحت ال 3 4 شغل 20 50. الله الله، جميل شغال اهو، جميل جميل جدا. ولطيف. طب لو عايز اقول له بفراكشنز بس 1.5 1.3 1.2. والله ما جربتش قبل كده. ما جربتش قبل كده، بس ممكن تتعمل ازاي بقى؟ احنا لو لا ما جربتهاش والله، بس انا ممكن اعملها، ممكن اتحايل عليه، من غير تحايل، هي برضه برمجة. انا ممكن اتحايل عليه. عارف ازاي؟ هقول له خد بالك من الحته دي، شوف بتحايل ازاي، شوف مستوى التحايل. هقول له اكس بتساوي، خليها اكس 1 بتساوي variable يعني. الكلام ده كله، وبعد كده هقول له string بتساوي اكس. تحايل رهيب يعني. بص ده الحل والله. هقول له اكس 1 ايوه دوت كاركتر، خد بالك بقى من دي، اوف، او مش اوف، دي اوف صح. من واحد لاربعة، الله الله، بس بس فيها هنا صعبة. object expected اللي هو ايه؟ عشان دي احنا لازم نقول له string، هناخدها كده فوق هنا. ممكن كده تشتغل. اشتغل ان شاء الله. انت ليه شلت القوس؟ ما جاتش؟ هو ما جاتش، محتاج شلت القوس ليه انهي دلوقتي؟ قوس فيه؟ هو انا قلت له كاركتر من واحد لاربعه شلت السترينج يعني؟ السترينج اوف كذا. عشان احنا حاطين الانتجر ده. كده اشتغل. الله. بس فين من واحد لأربعة؟ ايه؟ فين من واحد لأربعة؟ من ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، لا بس المفروض الإكس هي هي إيه؟ اصلا المعادلة اللي عملتها دي إكس. رياضيا مش صح. والله لكن تحايل. لكن تحايل. احنا قلنا ايه؟ احنا كنا بنقول دي مش معادلة بس ده تحايل يعني. التحايل يعني مية في بالشكل المية. ممكن أفهمه تاني؟ ان انا قلت له، ان انا قلت له رايت كليك سكريبت كده نشوفه. عملت ازاي فتحت الويندو دي؟ كنترول شيفت يو. ده عشان لأن بتاعت الموفي. نعم تمام. قلت له ان عندك الفاريبل اسمه اكس 1 ايكوال سترينج كذا، وفي الاخر تعاملت مع الاكس 1 ده ان هو سترينج. ماشي صح.
فاديني اول 4 حروف ايوه اديني اول 4 حروف. بس. وسترينج دي مش معناها انتجر بحيث يدي الفراكشنز بتاعته. اديني اول 4 حروف. شوف حلوه حلوه حلوه. امبارح المعلق بتاع الماتش بيقول لك ايه، اسمحوا لي اخرج بره نطاق التعليق، اسمحوا لي اقول ان قدر الدق يفك اللحام. لذيذ قوي لذيذ، قاعد يضحكني. فمن كتر المشاكل اللي بتحصل في اللينجو بيفك التحايل. لذيذة جدا، عجبتكم؟ ها طيب لا مش هتنزل دي. نقطعها. لا ما تنزلش عادي. طيب بس ف طيب تعالوا نختم. لا جميلة 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 جميلة. خلاص بس احنا كده قلنا فكرة الفاريبل، لكن طبعا مؤكد في اشكال بقى الامثلة اللي ممكن تتقال عليه. بس انت قلت نفس هو نفس هو ده الطريقة نفس الكونسبت نفس الطريقة، بس بس عندنا بس بتناقش حكاية الجلوبال ازاي تسمع كده كده. جلوبال دي لازم. اه طيب شباب نختم دلوقتي ممكن نختم كلاس النهاردة. قلنا هنتكلم في استخدامات اللينجو والربط عن طريق المتغيرات، كنا في استخدام اللينجو. كل ده سامبلز سامبلز، وانت بتجتهد بقى ولو وقفت حاجة قدامك تعالى على المنتدى. الربط عن طريق المتغيرات، اتكلمنا عن المتغير واسلوب الربط بيه واستخدامه، ولكن حطيناه في بروبرتي. ازاي بقى يكون في جلوبال؟ ده هيكون بدايتنا المرة الجاية، وبعدها هنتكلم عن انواع صفحات الاكواد بالتفصيل، وهي الايفنتس المهمة المختلفة الغريبة اللي ممكن نحطها في صفحات الأكواد التانية. خليني أختم بالآتي، إحنا قدامنا بالظبط دقيقة. عايز أقول إن كتير جدا منكم سألني عن المنتدى، طب ده هنستفيد بيه في إيه؟ اللغة البرمجة بتحتاجها، يكون عندي قبل كده خلفية ولا لأ؟ الموضوع بمنتهى البساطة إن أنا عارف إن هي تقيل وهي صعبة، ولكن تخيل إن أنت بعد ما تدرس معانا 30 ساعة دول بإذن الله تعالى، وكمان تتابع الاستشكالات اللي انت وزمايلك بتحطوها على المنتدى وردودي عليها، وببشركم كمان هجمع كل الردود وبرات دلوقتي مع بعضكم، عملنا تيم صغير كده، هنجمع كل الاستشكالات دي واستشكالات التيم اللي احنا حطيناه، متخيل ايه اللي ممكن يعني يستشكل على اخرين، وهنجمع كل الاسئله دي ونجاوبها في فايل فيديو زي ما احنا بنتكلم مع بعض كده. هنشوف ايه اللي ناقصكم، ايه الحاجات اللي انتوا محتاجين تعرفوها اكتر وتدعمكم عشان تسيروا في اللغه دي باحتراف. صدقوني هتكون اضافه كبيره قوي، هتكون اضافه قويه جدا. وان كان كل كلامنا الدعوي الايماني بيقول تنميه بالايمان، بنقول خد بالك يا مسلم الصبغه المتكامله، عايز تكملها صح. انا بدات وشرحنا المالتي ميديا، شرحنا فوتوشوب وشرحنا لينجو، هنشرح برامج مونتاج وهنشرح الافتر افكت والدريم ايفر والفلاش واكشن سكريبت، هنخش في تصميم المواقع وتصميم. بنقول اهو يلا خدوا مواد زي دي، اتعلموا، كونوا فرق بينكم بعضكم، اعملوا تيم ورك ناجح. في ناس ان شاء الله هتيجي تدينا دروس في الكاركتر بيلدينج وفي الان ال بي عشان تساعدنا ازاي يبقى عندنا اسلوب تفكير جيد. استعينوا بالله، ودي ادوات بدايه الطريق، وغيرنا هيجي يشرح مواد تانية. كل ده عشانكم، وبالله التوفيق. خدوا بالكم من نفسكم، وانشروا اللقاءات لكل من تعرفه. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة بالظبط. شكرا كمان والله. الحمد لله. الكلاس النهارده كويس؟ جميل. الحمد لله. مش يا حمادة. عندي فكرة مش عارف إيه.